عن جويرية بن قدامة قال حججت فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر. أها، العام الذي أصيب فيه عمر، فعمر مات شهيدا مقتولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال فخطب فقال: إني رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، فكان من أمره أنه طعن فأذن للناس عليه، فأذن للناس عليه. نعم، إذا هو رأى في المنام رؤيا أن ديكا نقرة، لكن ما فسرها أنه سيطعن، عرف تأويلها بعد ما طعن، عرف تأويلها بعدما طعن، فأذن للناس عليه أن يدخلوا عليه وهو على وشك الموت. نعم. فكان أول من دخل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. نعم، إذا هؤلاء المقدمون. عمر يموت رضي الله عنه، لكن هي وقت أوقات، لكن هو حاله حال الميت. فدخل من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمودعين له. ثم دخل من؟ ثم أهل الشام. أهل الشام ممن؟ من الصحابة الذين سكنوا الشام. نعم. ثم أذن لأهل العراق، فدخلت في من دخل قال: وكان كلما دخل عليه قوم أثنوا عليه وبكوا. نعم، موقف صعب. ترى عمر بن الخطاب مطعون وينزف والعلاج لا ينفع معه، وماذا ستقول؟ يثنوا علي، ولكن هذا الثناء يصاحبه ايش؟ بكاء، بكاء. نعم، ايوه. فلما دخلنا عليه قال: وقد عصب بطنه بعمامة سوداء والدم يسيل. قال: فقلنا: أوصنا. قال: وما سأله الوصية غيرنا. فقال: عليكم بكتاب الله، فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه. فقلنا: أوصنا. قال: أوصيكم بالمهاجرين، فإن الناس سيكثرون ويقلون، فأوصيكم بالأنصار، فإنهم شعب الإسلام الذي لجأ إليه، وأوصيكم بالأعراب، فإنهم أهلكم ومادتكم، وأوصيكم بأهل ذمتكم، فإنهم عهد نبيكم ورزق عيالكم، قوموا عني. قال: فما زادنا على هؤلاء الكلمات. يعني وصية عمر رضي الله عنه ما هو الجامع فيها؟ وصية عمر رضي الله عنه ما هو الجامع في هذه الوصية بعدما أوصاهم بالتمسك بكتاب الله؟ ماذا أوصاهم؟ الصحابة. ماذا أوصاهم؟ ما هو الجامع؟ أوصاهم بأشخاص. هذا الجامع؟ ما هو الجامع؟ الصحابة السنية. تمسك منهج الصحابة. أنكم أمة واحدة، فاجتمعوا ولا تتفرقوا. أكبر شيء لضعف المسلمين الفرقة. يا أخي إذا أنت مش معاي ما تكون ضدي. نحن أمة، وأنا وأنت مسلم، لما يعادي أحدنا الآخر؟ أنا وأنت سلفي، لما يعادي أحدنا الآخر؟ مرفوض. نحن أمة واحدة، منهج واحد، دعوة واحدة، فكيف نتفرق أمة الإسلام؟ فهذا هو الجامع في وصية عمر. فأوصاهم بالوحدة. اثنين شيء آخر جامع. أن يكونوا مع الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما أنت من أسباب وحدة المسلمين أن نبقى مع الكبار، وهؤلاء العلماء هم كبارنا، نبقى معهم وحواليهم
نستفيد منهم ونتعلم منهم، فهذا شيء إخواني في الله مهم، وهذا من أكبر أسباب اجتماع المسلمين، أن نكون أمة واحدة. اثنين، أن نلتف حول الكبار. لكن إخواني في الله من أكبر أسباب الفرقة ما هو؟ نعم، لكن ما هو أكبر أسباب الفرقة؟ سماع آراء الصغار من الناس، صغار العلم اللي بتتفضلوا فيه أمثلة على السبب الرئيسي. ابتعاد عن العلماء. الابتعاد عن العلماء هذا أيضا مثال. الجهل. الجهل. الاختلاف على العلماء. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أنت السلفي وأنا السلفي، أنت مش جاهل، لكن في بيننا فرقة. شو سببها؟ وجود اتباع الهوى. فما بدنا نستجيب لشهواتنا. فمن من أكبر أسباب الفرقة إخواني في الله اتباع الهوى، الشهوات. أنا أختصر؟ ما بختصر، لا اختصر يا أخي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكان أحدهم يحضر عندي دروسا، فإذا رآني يفرح ويضحك ويقول يا شيخنا يا أستاذنا، ثم لم يعد يحضر دروس، مكث عندي حوالي 3 سنوات، ثم بعد ذلك ما عاد يحضر. فعندما لقيني، كيفك يا شيخ؟ بطل يقول يا شيخنا، لأنه الأمور صارت عليه إيه؟ صعب. كيفك يا شيخ؟ أنت مبارك كنت أقول يا شيخنا، الآن إيه؟ يا شيخ. ثم لقيته بعد ذلك، كيف حال أبو عبد الرحمن؟ قلت له والله والنعم. إحنا لا نتكلم عن أشخاصنا، أنا أبو عبد الرحمن، أنا سفيان، ما عندي مشكلة، لكن احترام العلم، أن من آداب العلم أن من علمك تقول له يا شيخنا. هذا شيء. أبوك لا يجوز تقول له أبو فلان يا حج، هذا مرفوض. هذا حق الوالد، له حق عليك أن تخاطبه يا أبتي. أما كيفك يا حج؟ الله يعطيك العافية يا حج. كيفك يا كبيرنا؟ كله هذا مرفوض. أحب كلمة إلى الأب أن تقول له يا أبتي، يا أبا، هذا أحب كلمة إلى الأب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما خاطب أباه يدعوه إلى الإسلام ماذا قال له؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي. فهي أحب كلمة حتى يدعوه إلى الله. وكذلك شيخك لا يجوز تقول له يا أبو فلان، يا أخي فلان، يا شيخ، لا، يا شيخنا. نحن رجعنا إلى هذه القصة، لسنا شيئا كثيرا، لكننا نتكلم كيف أن اتباع الهوى. فبعدما كان يحضر عندنا الدروس كان يتأدب، فعندما بدأ الهوى أصبح يجعل نفسه قرين شيخه وأستاذه. فيا أحبائي في الله، لابد أن نحيا أدباء، وأن يكون حالنا متمسكين بوصية عمر رضي الله عنه، أن نكون مجتمعين. اثنين، أن نبقى مع الكبار.